الراديو 90 هواها مصر. خلونا نقول الوصفة الطبيعية ونرجع. أنا عارفة في SMS كتير على الفيسبوك، أحاول أعمل اللي أقدر عليه. النهاردة ماسك لنضارة البشرة العادية والجافة، أوكي؟ ده لأي سن، وفعلا بيدي نضارة وترطيب عالي جدا، لأن البشرة العادية والجافة محتاجة ترطيب كمان. بنجيب 2 معلقة زبادي صغير، زائد معلقة صغيرة زيت زيتون، زائد معلقة عسل صغيرة، زائد ربع أو أقل معلقة صغيرة كركم. هقول تاني، 2 معلقة صغيرة زبادي، 1 معلقة صغيرة زيت زيتون، 1 معلقة صغيرة عسل، وأقل من ربع معلقة كركم. أوكي؟ نخلط الخلطة كويس قوي، نحطها على البشرة والرقبة بعيد عن منطقة العين، نسيبها لمدة 15 دقيقة ونشطفها 10 من 10 ل 15 دقيقة ونشطفها على طول. خلي بالكم الكركم، أوكي؟ هو بيدي نضارة قوية قوي للبشرة، بس ممكن يدي صفرار. فلما أقول معلقة إلا ربع، يعني معلقة إلا ربع، إن مرة واحدة تانية معرفش عملت إيه وش أصفر. فخلي بالكم بالذات من الكركم، بيدي نضارة قوية لكن ممكن يقلب بصفرار.